قاعدين نشوف بعض المقاطع كمان، خلينا نتابعها سوا ونرجع نكمل نزلي. عملوا فيك يا عيوني انت، شو عملوا فيك؟ ما عم يصدقوني. منين كنا بدنا ناكل؟ منين كنا بدنا نشرب؟ من ورا شغلك ورا التاكسي 10 ايام ما بكفينا اكل وشرب. ضلوا وراي وراي لحتى طلعوني من المدرسه. كل الاساتذه بيضربوا الطلاب بس انا لانه فقيره ومالي سند طلعوني. شو بتحب اجي اقول لك؟ عم بشتغل خدامه. والله لنططك للصبح. شو؟ رحب فيكي مرة ثانية. أول شيء المقاطع كلها حزن وزعل وشو يعني، كويس مش عاملك شوية مبتسمة، إيش عملوا فيكي هذه السنة؟ والله أنا ما دخلني يعني بهذا الموضوع، هنن يصطفلوا بس لا أنا عكس تماما يعني هذا الشيء. أنت إيش أكيد أنت مريحة. عكس تماما يعني. يخليكي شو نبدأ معك بقيد مجهول نازلي يعني اللي عامل ضجة إيفري وير، ناس عم تحكي فيه، عم تحكي بأدائك الرائع. احكي لنا شو سر نجاحه وقد إيه يعني أنت اشتغلتي على هي الشخصية؟ منال طبعا من الشخصيات المحببة والمقربة جدا لقلبي، يعني نحن حتى خلصنا وقت التصوير بس هي لا زالت موجودة. منال بتشبهني. عمل قيد مجهول أنا بالنسبة لي من أهم الأعمال اللي نحن اشتغلناها. نحن اشتغلنا فيك تقولي مشروع كامل متكامل. يعني كل حدا حط شو في عنده تفاصيل قصص هو حابب أنه يظهرها للأقصى. هذا الشيء طبعا ساعد بالنجاح يعني الحمد لله. الحمد لله. نزلي احنا يعني شفناك في الجزء الثالث من المنصة وشفنا يمكن لقطات قبل شوي، لكن هل ايش حتقدمي جديد في الجزء الثالث من المنصة وهل في تغيير بشخصية كامي؟ طبعا انا كان كثير بيشرفني اني اشتغل بعمل مثل عمل المنصه، عمل بيحوي على نجوم كثير كبار ومهمين واصدقاء وزملاء. طبعا بوجه لهم كلهم التحيه وبارك لهم كمان نجوم. بكره عرض اول حلقه من المنصه 3 ان شاء الله. من المفروض انه تكون يعني التفاصيل كلياتها يلي كانت موجوده بهذا العمل متبنى للاقصى بكامي حصرا. هي شيء كيف بدي اقول لك، يعني كامي بالذات انا دائما كون عم روح باتجاه المبررات للشخصية وخصوصا الشريرة. كامي حصرا لا، أنا حاولت قدر المستطاع أنه خليها تكون شخصية لا شريرة من دون هاي المبررات. بس للأسف هي اللي ربحت. وبدنا نشوف هلأ بالجزء الثالث كامي لوين رايحة. بدنا نشوف هلأ مقطع من المنصة، خلينا نشوفه مع بعض. يلا نزلي. يلا. البحر الأسود رمادي من الكآبة. إيفان ما عرفتك، شو القصهات من الآخر؟ كل العشاق اللي هددتيني فيهم كوم وحبيبك الجديد كوم تاني. ليش بقى؟ بقابلك بس شوفك. جاية؟ ما بصدق، إمتى؟ صدقي، فتحي عين غمضي عين بتلاقيني صرت عندك. بس عندي شرط. طيب، عم بستناك. ماشي يلا باي، باي. نزلي بأمانة كيف الشغل مع معتصم؟ أنا قابلته في الرياض لما طلعناه على برنامج رامز. أي تمام. وطلع والله أنه فيه ممكن يكون حامي ويعصب وحار يعني. فكيف التمثيل؟ طبعاً هو كشخص يعني ما له علاقة يعني التمثيل بشخصيته الحقيقية. فنحن عنا هاي المشكلة شوي بالتضارب شوي مع العالم. يعني أنه نحن مو دائماً نفس الشخصيات اللي نحن بنأخذها. طبعاً بوجه له تحية صباحية وبقول له يعطيك ألف عافية. صبح على معتصم كمان. هو نجم كبير ومجتهد جدا وانا مبسوطه بالشيء اللي هو وصل له لهلا. برافو عليه والله. نحكي على صفيح ساخن نزلي اللي كان برمضان وكمان من احلى الاعمال برمضان. شخصيه ام كرمو كيف اشتغلتي عليها؟ كانت عن جد شخصيه صعبه.
مكرمه من الشخصيات كمان الجديده كانت بالنسبه لي هي السنه، رغم انه الدور كان جدا خليني اقول صغير او بسيط، بس صراحه هو عمل نجاح كثير كبير، انا جدا سعيده فيه. حبيت العمل طبعا لانه النص اولا واخيرا كان جدا مهم، كاتبه الاستاذ يامن الحجلي والاستاذ علي وجيه، طبعا وجه لهم تحيه باشراف الممتع للعين الساحره خليني اقول سيف الدين السباعي، انتاج شركه جولدن لاين، كمان يعطوه للاقصى، فيعني اجباري بده ياخذ هذا النجاح الكبير. مثل ما بيقولوا حسيناها هيك رجعت وقفت شوي، وانا بتعرفي شو حبيت فيه كمان، حبيت فيه انه بطوله جماعيه، يعني ما في نجم سوري الا موجود فيه حتى عربي، يعني هنادي على الاغلب نحن يعني اللي كان عم يميز شوي الدراما تبعنا عن باقي الدراما خلينا نقول، في شيء كان له علاقه مو بس بالعفويه، لا هو في شيء له علاقه بهي الروح الجماعيه اللي بتكون موجوده، يعني نحن ما عندنا البطل الاوحد، نحن دائما بنروح باتجاه البطولات الجماعيه، فهي شغله منيحه. جاتك انتقادات كثيره في مسلسل قيد المجهول، وانا عاده صراحه ما احب اسال هذه الاسئله، لانه دائما اقول انه الناجح الا ما تجي له انتقادات، اصلا لو ما جات انتقادات معناته ما نجحتي، لكن احب اعرف انه انت كشخصيه ناجحه كيف تردي على هذا الانتقاد. هلا للصراحه انا ما شفت يعني شيء له علاقه بالانتقادات، ما وصلني شيء انا شخصيا، بس هذا العمل يعني ان كان فيه مشاهد جريئه فانا بعتقد انه هي كانت فايته جدا بسياق العمل، يعني ما كان في شيء مقحم بقيد مجهول ابدا، يعني بالعكس كانت الامور كلها تسلسل، فكرمال هيك انا حسيت انه المشاهد ما كان عم ينزعج من مشهد او علق او فات بهي التفاصيل. بعدين في شغله جدا مهمه، يعني نحن دائما بنقول المشهد الجريء والمشهد صح، بالنهايه انا ام، انا عندي بناتي، يعني انا ما رح اعمل شيء يخدش الحياه، وخصوصا انه انا بناتي من المتابعين والجمهور الاول والاخير. صح. كيف بناتك لمن هلا يعني لمن يتابعوك كيف احساسهم، ايش يفكروا فيكي؟ والله انا يعني ما فيكي تتخيلي، طبعا انا اي شيء بيصير بحياتي فهو كرمالهم، الله يحفظهم يا رب، نوجه تحيه لتيا وليا هلا اكيد بيكونوا عم يحضرونا، بدي اقول لهم بحبكم كثير كثير، ويلا جايه بس هيك كم يوم، اشتقت لهم كثير. بالنهايه هن ما عادوا بس اولادي الصغار، هن رفقاتي، نحن صرنا بنقضي وقت كثير طويل مع بعض، لسه لما يكبروا كمان ويصيروا مراهقات حيصيروا زي اخواتك. صح. بس اسالك سؤال، انت كأم لبنات، لما بناتك يكبروا هل يعني تحب ان هم يدخلوا في عالم التمثيل ولا لا؟ ويمكن احنا هذا السؤال لنا احنا كمان، يعني دائما يسالونا. والله للصراحه هو 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 كثير كثير مجال صعب، يعني ممتع، وخصوصا اذا يعني كانوا بيمتلكوا الموهبه، بس هو صعب جدا جدا، ما انه سهل، لا يعني هو البنات لما شوي بيصيروا هيك اكبر بيصيروا اقرب يمكن لامهم بزياده، ما لقيت ميول عندهم، شو عندهم ميول؟ رايحين باتجاه رقص غنى، لا رايحين بالامور الفنيه للاقصى، رايحين للامور الفنيه للاقصى، عم حاول يعني نظبط شوي، بس لا شكلهم رايحين. الله يوفقهم ويحفظهم لك، ودائما البنات يعني ملاك دائما زي ما يقولوا، وصدقيني بس يكبروا شويتين كمان حيصيروا صديقاتك ويروحوا معك كل مكان. شكرا لك على وجودك اليوم، نورتينا. شكرا شكرا لكم، وبدي اقول لكم صباح الخير يا عرب، وان شاء الله دائما السلام والامان ان شاء الله حبيبتي، نورتينا اليوم، وشكرا هنادي على اخبار اعمالك الجايه، على الاخبار الجميله دائما، يعني هنادي ما شاء الله دائما كل النجوم مع هنادي، شكرا لك، السنه الجايه كمان ان شاء الله احلى واحلى في الانتظار.